اكيد اجاي في البدايه الجهاز الفني الجديد قاعد معاكم واتكلم، لكن بيبقى في كلام لكل لعيب على حده كده. هل مستر كارترون او كابتن محمد يوسف قعدوا اتكلموا معاك في حاجات بشكل معين مع بدايه الموسم؟ يس وانا فور مي اني از انديفيديوال فعلا اتكلموا معايا بشكل فردي، قعدوا يتكلموا معايا وقعدوا يقولوا طبعا ليا دور كبير في الفريق، وان قد ايه الجهاز الفني بيدي اهتمام لكل لعيب، وحمسني وقال لي عايزك تطلع كل اللي عندك وعايز تحقق معانا القاب وبطولات. لما وصل مستر كارترون خلاني اشعر فعلا زي اي لعيب تاني في الملعب او في الفريق ان لينا دور، ان مفيش حد لعيب اهم من التاني، كلنا لعيبه مهمه. كارترون مهم، بيقعد معانا وبيجتمع معانا بشكل شخصي وبيكلمنا وبيدي قيمه للاعب وبيخليك عايز تشتغل وتطلع كل اللي عندك وتطلع افضل اداء عندك. اكتر حاجه كان حريص مستر كارترون عليها انه ينبهك عليها او ربما يغير من ادائك في الملعب، هل نصحك بحاجه معينه ولا كان الكلام كله في المجمل على الشكل الخططي للفريق؟ في الاول طبعا ده مدرب جديد بيتفرج على الفيديوهات الماتشات القديمه، قال لي انا شفتك لعبت السنه اللي فاتت في اكتر من مركز في الملعب، وقال لي اعتقد ده هيبقى مكانك الافضل في الملعب. أنا قلت له أنا موافق، وأي مركز هتلاعبني فيه حد يكون اللي أقدر أديه، حتى لو وقفتني حارس مرمى أنا ما عنديش مشكلة خالص، المهم مصلحة النادي. لما رحنا معسكر في كرواتيا لعبنا ماتشات بطرق لعبة مختلفة وكان بيوظفني بأماكن مختلفة في الملعب عشان يشوفني أدائي إيه، وانا حاولت ادي كل اللي عندي في كل مركز العب فيه. رائع جدا انك تفتح المجال مع المدير الفني والجهاز الفني انك تلعب في اي مكان هم شايفينه، مش بتحط نفسك في مكانه معينه، لكن اكيد في بوزيشن او مركز معين في الملعب انت بتحب تشارك وتلعب فيه. انا يعني بجاوب دايما على السؤال ده، دايما بقول لما يعني بتسال السؤال ده بقول دايما انا بدات كراس حربة، وانا ممكن العب في اكتر مركز زي ما قلت لك، لكن مكاني اللي بفضله ما اقدرش اقول انا بلعب في المركز ده اكتر من المركز ده. كل واحد بيلعب في اي مركز بيدي كل اللي عنده. انا لما ارجع العب راس حربة زي ما كنت بلعب حدي كل اللي عندي. لو لعبت في وسط الملعب حدي كل اللي عندي كراس حربة، حاول اكون في مستوى ازارو، كوسط ملعب حاول زي لعبت وسط ملعب عندنا متميزين. انا هحترم التعليمات الفنيه واي مركز هلعب فيه حاضر ادي فيه واحاول اعمل واجباتي الفنيه فيه. في لعيبه تانية احتياطي ليا في كل مركز، وانا زي ما في لعيبه تانية انا برضو بحاول اكون موجود في اي مركز واحاول ادي كل اللي عندي. سعيد بقى.